خطو الإيمان والإسلام عودا طيب مبارك بلياتي البينات ويتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله وقارئ رئاسة الجمهورية وقارئ مسجد المشيخ طنطاوي بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنالكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو الذي خلق بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما
وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما وتوكل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما
وتوكل على الخير الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بالنور عباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا وسلاما خالدين فيها حسنا
خالدين فيها خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام من آيات الليل بينات. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله وقارئ رئاسة الجمهورية وقارئ مسجد المشير الطنطاوي بمدينة القاهرة.
الاذاعه الصوتيه للأنوار الكهربائيه ومخازن فرش الكبرى دارة الحاج محمد ناصر واولاده والمقيمين بنهيه ومعنا من تسجيل الحفلات الدينيه قناه المهندس احمد الجعبري. شكرا الله سعيكم جميعا.